العقل الباطن على فكره موضوع في غايه الاهميه في علم النفس في التنميه البشريه وفي البرمجه اللغه العصبيه، ومحتاج محاضره بس هو مش موضوعنا النهارده يعني. بس انا عايز اعمل لقطه ده بس. الكمبيوتر بتاعنا العادي اللي احنا شغالين بيه ده، كل الكمبيوترات في الدنيا في مدخلات اللي هي الانبوت بتخش على البروسيسنج المعالج او البروسيسور البروسيسنج يعني معالجه بتطلع مخرجات. دي قاعدة ثابتة. جهاز الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر من غير السوفت وير يعني جهاز الكمبيوتر من غير السوفت وير هو قطعة حديد عيبة. طيب السوفت وير عندنا منه نوعين، عندنا برنامج تشغيل وعندها تطبيقات. التطبيقات دي سهلة مش فيها مشكلة دي. يا باشمهندسة نبيلة؟ أيوة. دي قاعدة ثابتة في جميع أجهزة الكمبيوتر. مدخلات، معالجة، مخرجات. كويس؟ جهاز الكمبيوتر من غير السوفت وير اللي هي نوعين، سوفت وير بتاع تشغيل، سوفت وير بتاع تطبيقات. التطبيقات اللي هي البرامج اللي احنا كويس؟ طيب تعالى نحط الناحيه الثانيه دي. احط عند المعالج هنا العقل الباطن ده. والمدخلات داخله من العقل الواعي ان هو اللي بيتحكم في الادخال للعقل الباطن مع الحواس. بيخرج من العقل الباطن هنا سلوكيات. لو انا اتحكمت بعقلي الواعي في مدخلات العقل الباطن هطلع السلوكيات اللي انا عايزها. وده اساس البرمجه اللغويه العصبيه واساس البرمجه الذاتيه. يعني واحد يقول لك ايه السيلف بروجرامنج؟ انت لازم تبرمج نفسك انك تبقى انسان هادي وعاقل ومتزن. ماشي، طب ازاي؟ هي المعادله. العقل الواعي اهو احنا بنفكر بيه بنختار بيه وبنعي بيه وبنفهم بيه هو المتحكم في ادخال المدخلات الى العقل الباطن. على الرغم ان ده احنا قلنا قدرته على معالجه المعلومات صغيره وده قدرته على معالجه المعلومات وتخزينها مهوله خرافيه. طيب بس ده الواعي بيتحكم في مدخلات العقل الباطن. وبالتالي لو انا دخلت حاجات صح هخرج سلوكيات صح. ده اساس البرمجه الذاتيه واساس البرمجه اللغويه العصبيه اللي احنا كنا اشرنا ليها امبارح على السريع كده. انا بركز على فكره العقل الباطن ليه؟ انا عايز ابقى انسان ايجابي. لازم ابرمج نفسي بالظبط كده. اخزن كلمات ايجابيه وتعبيرات ايجابيه وتصرفات ايجابيه وتجارب ايجابيه ومشاعر ايجابيه. وبالتالي هخزنها ازاي؟ بالعقل اهو وحواسي اهي وبتجاربي ادخل اخزن هنا. وبالتالي هبقى هنا انسان ايجابي. طيب هو الانسان الايجابي ده له مواصفات؟ حطوا له مواصفات عالميه. ان هو هيبقى متفائل مشارك يعني ايه؟ عشان برضه نبقى متفقين. يعني يشارك في الحياه العاديه وبصوره فعاله. احنا في علم النفس كنا بنتكلم على ايه امبارح؟ على المشاركه. علم ده ماجستير تفاعلي. دي ايجابيه. طب لو واحد قاعد كده طول محاضره وقام مشى دي سلبيه. وبالتالي حطوا لسته طويله للانسان الايجابي ده. متفائل مشارك اخلاقي مبدع. يعني ايه مبدع؟ هو الابداع ايجابيه لان الابداع تفكير بطريقه مختلفه. طب لو انا فكرت زي الناس ايه اللي انا ضفت؟ ايه الجديد؟ طيب مشارك عنده روح الفريق. روح الفريق ده
موضوع في غايه الاهميه، واتمنى ان احنا نتكلم فيه في مره قادمه. لو طبقنا روح الفريق فعليا مصر هتتغير. مصر هتتغير فعلا بدون مبالغه يعني. في واحد بيطبق بس. في واحد بيطبق في الفريق. مرة واحد بس اتقبض عليه بس محطوط على القائمة السنة. مواصفات وتصرفات وسلوكيات الإنسان الإيجابي هنتكلم فيها بالتفصيل، وواخدة حيز من الكتاب. عايزين نضيف حاجة مهمة جدا هنا. طول ما احنا بنتكلم في علم النفس الإيجابي ناخده منهج حياة أو أسلوب حياة، مش هناخد محاضرة النهاردة. وأنا اديت لكم مثال حي، دكتور إبراهيم امبارح اتكلمنا عن المشاركة والتفاعل وتبادل الخبرات. روح ما نامش، ضربني الساعة 7 عايز أجي لك الوقت أهو عشان عندي فكرة جبارة. طلعت فكرة رائعة. هيشارك في برنامج الماجستير دي محاضرة بيتكلم فيها في شغله في ثلاث حاجات إحنا ما نعرفش عنهم أي حاجة. هيربط اللي هو الطب البديل ثلاث فروع منه بعلم النفس. الطب الروحاني مش كده يا دكتور؟ والعلاج الريفلكسولوجي والقوة الصينية وعلاج الجسد. يربطها فده ايجابيه، يبقى احنا ماشيين في الاتجاه الصح. وانا سعيد جدا ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح. لو مش هنا غلط قولوا لي يعني. احنا اتفقنا امبارح ان احنا مش هنتكلم في اي حاجه الا ما نعمل ديكشنري. لازم، وموجود في الكتاب على فكره. لما اجي انا اقول البوزيتيف ثينكينج ده ايه التفكير الايجابي؟ التفكير الايجابي عرفوه انك انت ليه؟ بوزيتيف ثينكينج. التفكير الايجابي الفكره انك انت تفكر في اسعاد نفسك، اسعاد الاخرين. طيب ده تفكير ايجابي. طيب التفكير في النجاح تفكير ايجابي. طب التفكير في الابداع تفكير ايجابي. التفكير بطريقه مختلفه تفكير ايجابي. التفكير ان انا اغير جو العمل في المكان اللي انا شغال فيه تفكير ايجابي. التفكير في الاحتواء، واحنا بنتكلم على الاحتواء عشان حياتي الزوجيه تنجح، تفكير ايجابي. لو احنا جينا نبص للتفكير الايجابي وعلم النفس الايجابي هنفاجئ ان كل حياتنا لو ناجحه لازم نكون ده شريك اساسي. شريك اساسي. التفكير الايجابي هيخليني استحمل الطرف الاخر. التفكير الايجابي هيخليني لما الدكتور محمود يجي متاخر ما كشرش في وشه. لانه اتاخر عشان سبب معين. ده تفكير ايجابي. السرعة عالية. لو احنا كشرنا في وشها ما عادش هتيجي. طبعا هنخاف يعني. اللي انا عايز اقوله بس يعني. لا 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 احنا نحب نشوفك يعني. اللي انا عايز اقوله ان علم النفس عايزين نوصل مع بعض كده ونوصل الكلام ده لمحيطنا في عملنا وفي بيوتنا، ان علم النفس ده مش علم غريب زي ما كانت الناس فاكره، او اللي عنده مشكله نفسيه ده مجنون ويروح العباسيه. الكلام ده كلام باطل. علم النفس هو علم الحياة. وعلم النفس الإيجابي هو علم الحياة الإيجابية المتميزة السعيدة. مارتن سيليجان كل شغله، وهنبقى نتكلم فيه إن شاء الله في المحاضرات اللي بعد كده، كل شغله عن التفاؤل وصناعة السعادة. كل شغله. وعمل مركز كبار في بنسلفانيا في أمريكا في الجامعة، هو الأول على مستوى العالم. كل تفكيره بيقول لك إيه؟ هابينس. وبعدين يقول لك الاوبتيميزم التفاؤل. يقول لك ازاي تستخدم مصطلحات اللي هي بص اكسبريشنز دي، مصطلحات ايجابيه. فيقوم يقول لك انت على مستواك الفردي وانت في البيت او في الشغل استخدم المصطلحات الايجابيه اللي فيها تفاؤل دايما. ما 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 لا تترصد لحد. كن اخلاقيا. كن ايجابيا. كن متعاطف. كويس. وبعدين يقول لك ايه؟ لو انت صاحب عمل يو ماست دو افريندلي ورك بليس، تعمل مكان عمل عائلي. الكلام ده بيدرسوه في مدارس الاداره العليا في امريكا. احنا مثلا بنيجي نقول لحد كده بيضحكوا علينا. بيعمل جو اداره عائلي في المصنع وفي الشركه
فبياخد انتاج مذهل. وعلى فكره اللي قرا حاجه عن تجربه اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه، اليابان طبعا اول ما عندهاش موارد وطلع موضوع بالقنابل النوويه ومفيش فيها بيت واقف على بعض. اشتغلت على عقل البشر؟ اشتغلت، لا عايز اضيف حاجه، اشتغلت على الموروث الياباني. خلي بالك الموروث الياباني من التعاضد والتكاتف والتعاون والاسره. عندهم العمل مقدس. العامل ما بياخدش اجازه لما يسوقوه يقولوا له زهقنا روح خد اجازه. عندهم تقدير لقيمه العمل. بالظبط. علشان هو مرتاح في شغله برضه. بيقعد في شغله العامل لغايه لما يموت. ما بيغيرش شركات. ممكن تلاقي عقد قبل عامل مصري في خلال سنه اشتغل في 7 اماكن. عندهم حاجه الولاء. الولاء اللي نكتب الكلمه دي. الولاء على فكره دي من مواصفات الانسان الايجابي. الولاء بيسموه في البعض ما بيبقاش نسينا حاجه لويالتي. لويالتي وبيسموه مصطلح تاني بيلونجنج. بيلونجنج ان انا ايه؟ تابع لحاجه. دي الترجمه الحرفيه ان هو بس بيستخدموها في الولاء او لويالتي. بيلونجنج. وبالتالي اليابان قامت من الصفر على الموروث الياباني من العادات والتقاليد القيمه، رغم ان هم ما عندهمش رسالات سنويه، بس عنده تعاليم كونفوشيوس كلها كانها الدين الاسلامي بتاعنا بالظبط. الحب والخير والجمال والولاء والاخلاق والتسامح، يعني بصوره كان احنا بنقرا في الدين بتاعنا بالظبط. طيب عايزين نركز مع بعض كده عشان ندي فرصه للدكتور تاني. عايزين نركز. اتكلمنا النهارده، عرفنا علم النفس الايجابي، وعشان نفهم خدنا الاصول الاولى للايجابيه وشفناها ماشيه ازاي، وعرفنا ان في مصدر خطير للمشاعر السلبيه والافكار السلبيه، ولا يمكن تستطيع اي شخص مواجهته الا بالايمان، لازم يستمد طاقته منها. واحنا عاملين حاجه اسمها دائره الايمان والايجابيه، هنعرضها ان شاء الله في مره ثانيه. وقلنا ان عقلك الباطن السب كونشس مايند ده بيختزن قوه جباره، اللي يعصر عليها ويستخدمها بيتقدم وبينمو وبيبدع وبينجح. طيب الف ب الايجابيه ان انا استخدم مصطلحات ايجابيه في حياتي وفي شغلي وفي دراستي. الحاجه الثانيه المهمه اللي لازم اعرفها ان عقلك الباطن وشخصيتك بالتالي وسلوكياتك بالكامل يمكنك ان تتحكم فيها عن طريق البرمجه الذاتيه. واذا لم تبرمج نفسك هتلاقي حد بيبرمجك. فانت بتاخد مصادر البرمجه ايه؟ برضه دي حاجه مهمه. مصادر البرمجه المنزل، المدرسة، دور العبادة، الإعلام. كويس؟ وحضرتك بقى. حضرتك تعمل فلترة للحاجات دي عشان تاخد الحاجات اللي أنت عايزها. وفي نفس الوقت يبقى عارف أنت عندك القدرة إنك أنت تعمل سيلف بروجرام لنفسك. تبقى إنسان أكثر إيجابية، أكثر تفاؤل، أكثر قدرة. مثلا واحد عنده مشكلة في الذاكرة والتذكر بياخد يتعلم كورس معين في الذاكرة والتذكر ويتدرب عليه ويبقى عارف إنه عنده القدرة إنه يبقى أحسن فيبقى أحسن. وبالتالي مصادر البرمجة لا إما أسيب نفسي ليها لا إما أتحكم في اللي باخده منها، وفي نفس الوقت يبقى عندي القدرة والمعرفة إن أنا أقدر أبرمج نفسي برمجة ذاتية للأفضل. وعملنا المثال ده عشان بس ما ننساش. دي معادلة كلنا عارفينها. إحنا عملنا معادلتنا إحنا الجديدة دي. زي ما أنت بتفكر عقلك الباطن بيتلقى وسلوكياتك بتنعكس على تفكيرك الأساسي. طيب أنا فكرت هنا بصورة سلبية هيبقى هنا سلبية وهنا نرفزه وتوتر وقرف و
طيب انا فكرت بصوره ايجابيه، هيبقى هنا في سكينه وفي هدوء وفي اتزان. اطلع سلوكيات هنا فيها سكينه وهدوء واتزان وهكذا، في معادله خالده وصلمانيه. وهو بيعلمنا الاداره، علمنا ازاي نجد السعاده في ابسط الاشياء، في ابسط البنوك. هو خبير في اداره البنوك واداره كل شغله وحياته في الشرق الاوسط، بيتكلم عربي وانجليزي وفرنسي. عشان يفهمنا الموضوع اللي هو عايز يتكلم فيه ببساطه، لان الانسان لازم ياخد الحياه ببساطه، عندها تجربة غريبة جدا. مسك الكوباية دي كده اللي قدامه وقال أنا رافع الكوباية دي كده. وبعدين قال دي وزنها قد إيه؟ من 10 جرام مثلا. قال طيب تقدر تشتغلها كده؟ قال له إيه المشكلة؟ قال طب خليك شايل. بعد 10 دقايق مش هتقدر. طب بعد ربع ساعة، نص ساعة، مستحيل. هو كان عايز يوصل لإيه؟ في طاقة وتحمل. كويس. الراجل ده قال مصطلح عايزين نحفظه، زي ما احنا حافظين أسامينا كده. قال وود يور جلاس، الكوباية دي أو كب داون. ضع الكوب في الاسفل، سيب الكوبايه. ليه؟ هي 10 جرام صحيح، بس انا لما افضل ماسكها كده نص ساعه او ساعه هيجي لي تقمص في عضلات دراعي وهتقع مني. طيب هو عايز يوصل لايه؟ حتى المشكله لو كانت صغيره ما تشيلهاش كتير، حتى المشكله لو كانت صغيره ما تشيلهاش كتير. تدمير على طول. قال ايه بقى؟ احنا قلنا هنا ايه؟ ما تنساش كلمة ضاع الكوباية دي. خلاص؟ هو عايز يوصلنا لإيه؟ بوت يور يعني ضاع. سوري بس بوت دي لينا لا. لا. دي بط. بوت. صح. بوت بوت بيت إيه؟ آه. معلش أنا آسف. بوت يور بوردن B U R D E N down. بودم ايه يعني؟ بودم دي يعني حملة، ترجمة حرفية اللي هي الدكتور هنا قال عليها المشكلة. فعلا لو أنا عندي مشكلة صغيرة جدا وقاعد أفكر فيها، لو أنا مين هتلخبط لي الدنيا. هو كان بيعلم الناس دي ليه؟ عشان لما تكون في شغلك انت رايح شغلك، عندك مشكلة في البيت سيبها. طب انت مروح البيت وعندك مشكلة في شغلك، لازم. مفيش ابدا اي انسان حتى لو هرقة، يعني هرقة البطل ده ما يقدرش يشيل ده. بطل طبعا عارفين الكيميز، بطل خرافي يعني، ما يقدرش يشيل مشكلة ويفضل ماشي بيها. فمن يومها علمنا الدرس العظيم ده. Put your burden down. B U R D E N down. ارمي، الناس بتقولها بالعامية، ارمي حمولك على الله، انسى همومك. طبعا هي عملية على فكرة مش سهلة. هي عايزة تعود. بالظبط كده، وتدريب. تعود وتدريب، تعود بيك للتدريب. عشان كده الراجل ده كان بيتكلم في ده في صلب ايه؟ ده في صلب علم النفس، مع ان هو راجل بتاع مانجمنت، راجل بتاع اداره. الاداره الحديثه بيسموها دلوقتي دي احدث حاجه في العالم، الاداره المتكامله. الاداره المتكامله في جميع المجالات، في التسويق وفي الانتاج وفي إدارة الأفراد والموارد البشرية والإنفورميشن تكنولوجي و و و إنتجريتد مانجمنت. الراجل بيتكلم في الإدارة بس قال حاجة
تغير حياة أي إنسان. Put your burden down. اترك أحمالك أو همومك جانبا عشان تقدر تعيش. طب أي واحد فينا، كلنا طبعا عايشين الكلام ده، ساب مشكلة معينة تسيطر عليه، بتعكن عليه حياته. بالظبط، ولا بيقدر يشتغل، ولا يبقى حابب ياكل، ولا يبقى بيتعامل مع الناس بطريقه ظريفه، ولا ما بيقدرش يعيش. هو في مشكله ثانيه، انا بحس ان المشكله دي كلمه حاجه بغبغان وشغال جوه. بالظبط، بقول لك انا مش عايز افكر فيها، لكن هي شغاله. فبقول له حلها، فكر في حاجه ثانيه. بالظبط، ما هو حل البغبغان ده يسكت، تشغل حاجه ثانيه. دي بقى المشكله اللي هي السخيفة بتعمل مشاعر سلبية. لا، السخيفة سلبية نيجاتيف. طيب الدكتور قال لي ايه؟ احاول ان انا افكر في حاجة تانية كويسة يبقى مشاعر ايجابية تطرد المشاعر السلبية دي. وعلى فكرة دي احد اساسيات البرمجة الذاتية اللي قلنا عليها، والبرمجة اللغوية العصبية. بتدخله العقل الباطن، هو اللي هيخرجه. بالظبط، المعادله اللي عملناها بالظبط كده. طب قال لنا حاجه حلوه قوي، مش عايزين ننسى دي. اللي ينسى دي يفتكر الكوبايه. بوت يور جلاس داون. الكوبايه هي 10 جرام، ما اقدرش اقف ماسكها كده، لازم انهار. مشكله تافهه ممكن تخلي حد ينهار. قال حاجه جميله قوي، حاجة جميلة أوي أوي أوي، ولازم نتكلم فيها مرة محاضرة كاملة، بس أنا دلوقتي هقول عنوان بس. بيقول إيه الراجل ده؟ The most important، أهم كلمة في العالم. We هي نحن. أهم كلمة في العالم نحن. ده راجل بتاع تجارة، عشان كده النجاح غير عادي، بيعملوا قفزات واحنا بنعمل. The most important word in the world is we، نحن. وبعدين يعمل ايه بقى؟ العكس بقى. The least important، أقل كلمة أهمية في العالم، I. هي أنا. راجل شغال في الإدارة، وعارف يعني إيه إدارة، عارف يعني إيه فريق عمل، عارف يعني إيه روح الفريق، عارف يعني إيه تكوين فريق، عارف يعني إيه إدارة فريق، عارف يعني إيه الحفاظ على الفريق. عاملين علم دلوقتي اسمه تيم، أنا أول مرة أسمعه من حوالي 6 شهور. ريتنشن، عملوه علم ازاي انك تحافظ على الفريق، او تيم كيبنج، تحافظ على الفريق، اصبح علم بيدرسوه في مدارس الاداره. عشان كده انا قلت لكم كلمه في وسط الكلام الاول، موضوع فريق العمل وروح الفريق ده في غايه الاهميه، ممكن يغير حياتنا. مسلم بالظبط. هو ده الفريق؟ ما هو لو تلاحظ ان حتى نفس يعني الامه اتبنت ازاي؟ بالظبط، كل مع بعض. بالظبط، مفيش حد قال ايه؟ قال انا، هو ده الاساس. ممكن بقى نضيف على الكلام ده عن سيدنا محمد وعن سيدنا عيسى. سيدنا محمد اول حاجه عملها الصحابه، اللي هو الفريق بتاعه اللي غير بيه العالم، ده فريق عمل. طب سيدنا عيسى لما قال من انصاري الى الله؟ نحن انصار الله اليك. ده فريقه، واللي فضل معاه لغايه ما حكم البعث. الراجل ده قال حاجه مهمه برضه، عشان كده ممكن بيقولوا ليس كل قائد مدير، ولكن ليس كل مدير قائد، ولكن كل قائد مدير. كل قائد مدير؟ ليس كل مدير قائد، ولكن كل قائد مدير. بالظبط، لأن القيادة
طبعا احنا هنقول فرق بين القياده والقدر. ممكن نقول فرق بين القياده والقدر، لان دي نقطه مهمه جدا. انا عايز بس اقول لكم على حاجه. المصطلح عايزين نعرفه زي ما هو كده. ما حدش ولو الكلام مش واضح نفهمه. يعني انا فاكر ده ليه؟ عشان انا افتكرت الكوبايه. انا افتكرت همومي بالكوبايه. حضرتك عملت فيها كده وحضرتك. ده على فكره احد وسائل التعليم ان انا ادي لك علامه اقول لهم حاجه قديمه جدا. ابو علم النفس الايجابي في العالم عمل حاجه غريبه. عمل حاجه اسمها ايه؟ بيرما. خلاص؟ خلي بالك من الكلمه دي. اعتبرها مركز سيراميك او حمامات. اعرفها زي ما هي كده، كويس؟ نفنطها بقى. الاي والاي والار والام والاي. ده مارتن سيليجان. ابو علم النفس الايجابي في العالم. لخص قصه حياته وعلم النفس الايجابي في الكلمه دي. عايزين نعرفها زي ما هي كده، بس ما حدش ينساها. جه هنا في البي قال دي البوزيتيف بوزيتيف اللي احنا عارفين بوزيتيف ايموشنز. المشاعر الإيجابية. سهلة دي؟ ماشي. جه عند الإي قال كلمة اسمها engagement اللي هي شيرنج المشاركة. كلكم بتشيروا على الفيسبوك هي الشير. هي شيرنج. بس هو كده بقى engagement عشان تمشي مع الإيه؟ مع القصة دي. خلاص؟ قام جاي هنا في الار. قال الار دي ريليشنز. ريليشنز ايه ده؟ زي العلاقات بتاعتنا دي، العلاقات الفعاله، العلاقات الايجابيه، العلاقات اللي فيها حب، اللي فيها ود، اللي فيها تعاون. لخصها تحت كلمه ريليشنز. جه في الام هنا سماها مينينجز. المعاني. كلمه المعاني هنا عايز يقول انك لازم تعيش حياتك بمعنى وباستمتاع وبحب. وبالتالي انت بقى كعضو اهو تعكس الكلام ده على اسرتك، فتبقى اسرتك اسره سعيده وايجابيه وعايشه حياه ذات معنى وذات قيمه. يعني انا حاسس ان انا بحياتي دي بشكل قيمه معينه في المجتمع. لازم تحس بكده. الدكتور ابراهيم بيساهم في حاجه معينه، استاذه نبيله، الدكتور تامر، يعني كل واحد عايش حياته حاسس ان هي لها قيمه ولها معنى وبتفيده وبتفيد الاخرين. جه في الايه هنا؟ عمل هنا اتشيف منتس اللي هي انك انت بتحقق انجازات. ما هو انا لو انا عايز مشاعر ايجابيه وبشارك الناس مشاركه ايجابيه في حياتهم وبتعاون معاهم واقيم معاهم علاقات كويسه وطيبه، هيبقى حياتي ليها معنى واحقق ايه؟ انجازات. بالظبط. واحققها. حققتها هنا في الاتشيفمنتس دي. فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ايه؟ زي ما افتكرنا بوت يور جلاس داون وبوت يور بوتم داون، على فكره دي ممكن نتكلم فيها محاضره. عايز افتكر دايما ده. عشان دي هتقابلنا في شغلنا في علم النفس الايجابي. وعايز نختم بقى باخر حاجه عشان نقوم نمشي. الراجل ده الخبير الفرنسي ده قال لك اذا كنت عايز تبقى سعيد اتعلم انك تجد السعاده في ابسط الاشياء. يعني انا ممكن اقعد مع الدكتور تامر نشرب شاي ونبقى سعداء جدا جدا وكده. ممكن واحد يقول لك الناس بتعمل ايه دي؟ احنا سعداء عن حق، يعني ناس قاعده مبسوطه مع بعض وبتتكلم فسعيد على كوبايه شاي. ممكن الدكتور ابراهيم يعالج حاله يبقى سعيد جدا برغم ان ده شغله. لا بس هو حس انه عمل انجاز. الاستاذ ايمن خد دبلومه في علم النفس. الدكتور محمود عالج حالات في رساله برغم ان ده شغله، بس هو حس ان هو عمل انجاز معين وحس بسعاده واستمتع بيها. ده مش كده وبس، ده بيقول لك لما تحس بالسعاده كمان كافئ نفسك. يعني كافئ نفسك.
وهنا يقول لك ايه؟ find happiness in small او simple things. ابسط شيء ممكن تستمتع بيه، انت جيت النهارده محاضره ممكن تبقى سعيد جدا، ممكن واحد تاني لا ما هوش سعيد، بس الفكره كلها ايه؟ انا عايز وجاي استمتع، فبجد سعادتي في هذا التجمع. الدكتور محمود الهايش جاي من دمياط بيسابق الزمن، كان ممكن ما يجيش على فكره، محدش هيقول له تلت التلاته كام، بس هو عنده سعاده بالمشاركه في ماجستير علم النفس الايجابي. الكلام الاجانب بيقولوه احنا كلنا عارفينه، اللي مطلوب